ومرحبا بيك وفي كل مستمعي شمس أفاء. شكرا على قبولك دعوتنا الصباحية الرمضانية اليوم. إن شاء الله أسبوع طيب وبداية أسبوع طيبة للجميع. باش تقاضي رئيس الجمهورية وزير الداخلية ولي تونس أنت وحزبك طبعا بعد منعكم من دخول روضة الشهداء بالسجوم يوم 9 أبريل. والله شيء بهت هو لمحالة قعدنا بهتين معناها يكونوا قاعدين يقوموا يعملوا حاجات اللي ما تلقى لهمش حتى تفسير. معناها بعثنا للوالي، بعثنا الوزير الداخلية رأسا، بعثنا الوزير الدفاع، بعثنا الرئيس منطقة السجومي، الهيكل نتاعنا في الجهة قاعدين يتواصلوا مع الوحدات الأمنية معناها في التنسيق عادي ما فما حد شيء. الصباح جاوا المناضلين نتاعنا ويستناو معناها حضوري أنا في الوقت اللي احنا حددناه على أساس التنسيق باش ندخل وكيفاش وما باش يستناوني وكل حكاية الكل. أنا هبطت الكرهبة وصلت ولا كلام آخر ولا تعليمات أخرى ولا ليه وما في بيليش وما نعرفش ورخصة وتو نشوف ولا حتى اللي يتكلموا تقولوا صباح الخير ما يجاوبكش كيني شنية اللي فما باش ندخلوا نقراو فاتحه ونحطوا اكليل من الزهور على الضريح شو اللي فيها. كان في نفس توقيت حضور رئيس الجمهوريه؟ ليه بعد بعد ما مشي وبعد ما عمل الكلمتين نتاعو وبعد ما في كل شيء معناها ما فما حتى مانع لا قانوني ولا واقعي ولا حتى شيء. ومن بعد اللي يعجبك في الاخر يقول لك لا جواب. هذه سياسة اللي جواب في الدولة، هذه سياسة خاطئة وسياسة مدمرة. يعني إلى حد اللحظة هذه أنت ما تعرفش ليه جواب. علاش منعوك؟ ليه جواب؟ يعني أنا اللي نبهت فيه شنية؟ تو أنتم تحبوا المواطن وتحبوا الأحزاب وتحبوا معناها مكونات المجتمع تحترم القانون. أنت تحبني نحترم القانون وتحبني نعلمك في أجيال وكان ما علمتكش ولا أنا عملت من ناحيتي أنا خرق توا يخرجوا ويقولوا لي وخاطر خارج الأجل وخاطر وخاطر. أما كي أنا نحترم القانون قد أنت ما تجاوبنيش باهي باش تقول لي لا أنت ما تنجمش تدخل ممنوع المدنيين قول أي سبلة إلقى أي حكاية باش تمنعني بها أما جاوبني. وانتم تعرفوا اللي كي تجاوبني انا ننضبط للقانون على الاقل كي انا بعث لك تنجم ترجع لي ولي تونس ولا وزير الدفاع ولا الداخليه عندكم كل شيء ترجعوا تقول راه لا يمكن لكم ذلك لاسباب امنيه لاسباب تقنيه اعمل اللي تحب. انا وقتها ما نجيش نبدل النشاط نتاعي ونعمل اي حكايه. اما هذه عقليه الحقره يحقرك وانت اعمل اللي تحب الاحساس اللي انت معناها احتقار لك الناس هذوكم ياخذوكم مواطنين وهذا حزب سياسي محترم قانوني يتعامل معاك في إطار القانون يلزمك أنت تتعامل معه بتلك الطريقة. يعني احنا لهنا وليت كلمة سأقاضيك وإني باش نقاضيك ولا الناس تضحك عليها من كثرة اللي تقاضي ولا ما تقاضيش. الناس متمادين في الأغلاط متاعهم تقاضي ما يتحلوش الملفات، الملفات تتحل حسب الانتقائية، الحاجة اللي يحبوا في درج تتحل وهي تبدأ فارغة ما فيها حد شيء يحلوها وتولي وسائل إعلام والناطق الرسمي قال وجريمة وكل كلام. كي تبدا جريمه حقيقيه وتتقدم انت وتحلها لا نسكتوا عليها والا يهزها للامن للبحث وتقعد غاديك مردومه. شوف ماناش في دوله قانون هذا ابعد ما يكون. ومن الناحيه السياسيه انا نراعيب لانه راه ما تنجمش تستاثر بالموروث نتاع تونس هذه ما تنجمش انت تعمله كرئيس ولا كسلطه مختصبه للسلطه ولا اللي تحب انت. هذايا تاريخ بلادي يشتركوا فيه الناس الكل. احنا حزب سياسي هذاك لا يزي تاريخ تونس اللي نشتركوا فيه مع المواطنين الكل ليزي تاريخ حزبنا لانه هذا يلزم يفهموها راهو السلطه هذه والسلطه اللي جايه والناس الكل راهو الحزب الدستوري تحبوا ولا تكرهوا في كل محطه وفي كل ذكرى وطنيه راهي مرتبطه به عضويا لانه قيادات الحزب هما اللي قادوا معارك التحرير. انتم هذا تحبوا تنفيوه تحبوا تقولوا لنا انتم ما تمثلوهمش انتم عندكم مشكل عندكم عقده في الحكايه هذه يا خويا اتاقلموا معاها هذاك الواقع راهو هذاك تاريخ حزبنا وتاريخ ناسنا وتاريخ وطننا. هل تنتظر عبير موسي والحزب الدستوري الحر ينتظروا نفس التعامل يوم 15 ماي حزبكم ينظم مسيرة تحت عنوان الزحف نحو قصر قرطاج نهار الأحد 15 ماي تنتظروا نفس التعامل؟ احنا توا ما نستغربوا حتى شيء. احنا ماكم شفتوا بعد 25 جويليا كيفاش تعاملوا معانا كيف كيف نبعثوا ما يقول لك شي رفض ومن بعد يجي يصدك يجي يسكر عليك الكياسات يجي يحطك في خطر يجي يعرض حياتك للمخاطر قد ما صار فيا في مجاز الباب قد ما صار فينا في مسيرة السيارات. انت ما زلت عندك المرافقة الأمنية من رئيس الجمهورية؟
انا ما عنديش من رئاسه الجمهوريه، انا عندي من وزاره الداخليه. وزاره الداخليه يعني من وزاره عندك المرافق. بيان سور انا في توا في اوج خاطر ما علمنا اللي فما عديد الشخصيات تم رفع يعني المرافق الامنيه عليهم، دونك سؤال هنا. لا بالنسبه لي انا هذايا ما تغيرش. وبالنسبه لي انا اليوم قاعده التهديدات تتصاعد، الوتيره نتاع التهديدات اللي نرى فيها واللي نقرا فيها واللي توصل حاجه من وراء العقل. العبيد ولاوا عندهم عادي القتل والشنق والذبح ويلزم تنتهي، وهذايا لازم توفيوها قبل نهار 15. ومن الناس اللي يعجبك مش شافوا بروفيل، من الناس بوجوههم وباساميهم وما همش متقلقين، هذه يلزمها تنتهي، هذه قلقتنا، هذه يشوفوا فيها حل، هذه يلزمكم شكون يخسر عليها يقتلها ويرتحنا منها. يعني وليت فكره موجوده، ويحب اللي يحب يطبقها ينجم يطبقها في ظل اي تسيب والا اي تخاذل معناها من الدوله. انا لهنا قلت قبل مش باش نعاودوا اليوم، انه الدوله التونسيه تتحمل المسؤوليه على سلامتي الجسديه والسلامه الجسديه لكل قيادات الحزب ومناضليه، لانه اللي توا ولاو يهدوا فيها انا واللي يتبعوا فيها واللي معاها واللي في الحزب واللي عنده فكرها، هذايا قاعدين نراو فيه وهذايا يمثل خطر. 15 مايو يعني نرجع لي ما نستغربوا حتى شيء. احنا بالنسبه لنا شنو الفكره، شنو التصور، علاش اخترتوا تعملوا الزحف هذا نحو قصر قطاع، شنو تحت اي شعار؟ الشعار واضح، هو انه اليوم نراو البلاد ماشيه في منزلق خطير وخطير جدا، يعني امنيا اجتماعيا اقتصاديا ماليا سياسيا البلاد ماهيش في احسن حالاتها، البلاد تنزف، البلاد مريضه، وراو انه فما تلاعب حقيقي بالمصلحه العليا للوطن من السلطة اللي ماسكة بالسلطة وماهيش تطبق في القانون ومستهزئة بكل شيء وتتصرف كأنه معناها مش هو حتى الرعاية يعطيهم حقهم ويسمعوهم ويعملوا لهم مجال الشورى. احنا حتى رعاية ما جيناش، احنا اليوم في عهد العبودية، يعني كأنهم استعبدونا، يقوموا الصباح اللي يظهر لهم في مخهم يعملوه، قانون نقراوه احنا نقراو شيء هما يطبقوا شيء، اللي قريوه في الجامعات واللي يطبقوا فيه ما عنده حتى علاقة، إجراءات ياخذوا فيها ما أنزل الله بها من سلطان، ويني الحل، ويني آفاق الحل، ويني آفاق الخروج من الأزمة؟ ما فماش للأسف الشديد طبقة سياسية وطبقة اللي ناشطة في المجال العام، معناها مع كامل احترامي للجميع، ماهيش قاعدة تحط في صبحها على الدي، ماهيش قاعدة تعالج في المشكليات الحقيقية. اليوم أنا نقعد به الناس قاعدة تناقش والأفراد ونظام الأفراد وباهي وخايب وتناصف ومش تناصف، راهو مقبل ما تناقش نظام الأفراد يلزمك تناقش شكون عنده الحق أصلا يغير. يلزم تفهموا اليوم اللي رانا مانيش في وضع قانوني، اليوم الدولة محكومة خارج إطار القانون، اليوم عندك ناس تحكم بناء على فصل 80، فصل 80 يقول أنه مجلس النواب لابد أن يبقى في حالة انعقاد ولا يمكن حله، حتى طفل صغير يقراها يفهمها، واحنا في إطار مجلس محلول، وأن نطبق في أمر 117 مبني على هذه الفصل 80، وإحنا خرجنا منه. والتجأ رئيس لغدوة الجمهورية الفصل 72 مؤخرا نظرا لتم اجتماع افتراضي دعالو. انت كيف خرجت من غادي، انت كي خرجت ومشيت ل 72 وبررت الحل هذاك باسباب نتاع امن قومي وضرب الوحده، ومن بعد تعاود ترجع للفصل 80، يعني على كيفك، تخرج وقت اللي تحب وترجع وقت اللي تحب. اليوم الوضعيه ما عادش تتلائم مع تطبيق الفصل 80، اليوم الدوله تتسير بالامر 117، هذا غلط وقلتها ونعاودها وباش نتحركوا. انا غدوه ان شاء الله الحزب باش ينظم ندوه صحفيه للاعلان على جمله من التحركات، لانه الناس هذوما يلزمهم يفهموا، راهو اللي قاعد يصحح اليوم في فلوس، اللي قاعد يصحح على موارد الدوله، اللي قاعد يلزم في الدوله راهو يعرف روحه من توا اللي راهو قاعد يرتكب في جريمه خطيره، وراهو القانون سياخذ مجراه. الناس يلزمها تتعلم الشجاعه، يلزم تتعلم تقول راهو هذا غير قانوني، وما تقولوليش ليه وألا غالب والفصل 42 وما نجمش نستقيل وخبزه صغاري، لا، عندك الامكانيه ديجا، فما الامر نتاع 2014 اللي يخلي الموظف ما يرتكبش جريمه، وقت اللي عرفوا يقول له باش ترتكب جريمه ما يرتكبهاش ويلزمه يتحصل على تعليمات كتابيه وفما ضمانات. اليوم اللي يقول لك صحح على فلوس تقول له انا الامر 117 ما عادش ينجم يتطبق. اليوم من المفروض انكم خرجتوا من الفصل 80، اعلنتوا اللي احنا توا تحت طائله الفصل 70 اللي هو ينظم الحياه السياسيه وتنظيم الدوله اثناء حل البرلمان.
البرلمان، وبالتالي رئيس اللي هو يقول رئيس جمهورية يحكم بالمراسيم مش بالأمر 117، يحكم بالمراسيم بالفصل 70، ومراسيمه ستعرض على المجلس الجي، والنظام الانتخابي يستثنى من المراسيم. هذه حاجات واضحة. إذا علاش احنا نخليه النصوص ونخليه التأويل وعنا الإمكانية باش نصلحه اللي هما خلوذوه، وحتى حد ما يخرج وحتى حد ما يتكلم ونواصله في الخطأ. وقيس سعيد ماشي في عملية هروب إلى الأمام خطيرة وخطيرة جدا، ولا يتعامل مع التوينسة كأنه هو مش حاكم بأمره، كأنه المتحكم في رقابنا، كأنه هو اللي جاب مش جاب الاستقلال، ما نعرفش شنو أسس الدولة، ما نعرفش شنو اللي عمل باش يتحكم فينا بالطريقة هذه. والناس كل ساكتين، رجال القانون، نساء القانون، رجال السياسة، تاني حرات. اليوم تقول لي أنت عملت الفصل 72، تعتبر لي اليوم فما صمت كبير، فما صمت مريب. أنا قلتها قبل ما نعرفش في البلاتو هذا، ولا قلت راهي نوجه صرخة رجال القانون اللي نحكي فيه يعرفوه ويعرفوه أكثر مني، علاش ما تخرجوش تقولوه؟ نحب نفهم ليش خايفين، منيش نوا خايفين. معناها الناس أكاديميين مستقلين ما عندهمش انتماء سياسي، قراوا القانون، أساتذة تبارك الله، دكاترة تبارك الله، علاش يا ما يخرجوش يقعدوا ساكتين، ياكي يخرجوا نحسوهم يبداوا كل يسيسوا فيه. راو اذا كان باش تقول لي على خاطر زميلنا يعادش بيه، حتى هو كلنا قرينا في السيون جوريديك وهو كان يقري ولا زميل ولا استاذ، هذا لا يبرر انه نسلموا له الدوله، لا يبرر انه نخليه يتلاعب بالدوله. اليوم انا نحب نقول لك حاجه مريم، تو هو يقول انه في الفصل 72 على اساس انه صار خطر على الامن القومي وكذا. انا متفقه معك، صار خطر على الامن القومي، وانا اول واحده خرجت وعملت سفاره الانذار ولجأت القضاء وعملت ذلك الكل. اليوم هل تغير شيء من هذا؟ اليوم وقت اللي تشوف البارح الجماعة هذوما بتاع الإخوان وحلفائهم والمنبطحين ليهم يخرجوا وبكل صفاقة ويقول لك ما زلنا باش نعملوا جلسة أخرى بتاع مجلس نواب، وما زال المجلس يخدم ومش مستعرفين بحكاية الحلين هذية، وباش نعملوا حوار وحدنا يستثنى منه فلان الفلاني، وبداوا يهنسوا ويخطوا استقواب الأجنبي، وفما السيناريو بتاع أنه كل شيء يصير عبر اعتراف وإلا إشراف دولي على أساس أنه البرلمان شرعي واللي يعمل فيه هو مش شرعي. يعني تنازع الشرعيات ما زلنا نعيش فيه في أواجهه. والناس هذوما حتى كي مسلط عليهم الحكايه نتاع المحاكمات لا خايفين منها ولا معتبرينها. شنو هذا الكل؟ يعني فما قوه داعمه للي يعملوا فيه هما، واللي عملوا رشد الغنوشي كان عملوا اي مواطن اخر مهما كانت غلاوته عند التوانسه راهم دخلوه للحبس. يعني اعطيني شنو السر انه يرتع ويتحدى ومانيش مستعرف بحد شيء، وهاني توا وليت يصلي في الليل زعما يلزمو يدور الجوامع باش يخلق لي زانسيدون ويخلق الاشكاليات ويعزز رصيده، هم ظلموني هم عملولي هم اضطهدوني. وممكن ياسر ماك تعرف الخوانجيه في الافلام هما الاولانيين راهو الشطر اللي موجودين يبداو من جماعته عاملين فيلم. هل مخلي السيد هذا اللي خطر على الامن القومي يرتع ومخلي تنازع الشرعيات قائم على شنو معمل؟ تحمل فيه المسؤولية لرئيس الجمهورية؟ أكيد. قلت لك غدوة باش نعلنوا زادة تحركات قانونية وميدانية. اليوم لا تلقى هيئة انتخابات تحمل مسؤوليتها وتخرج تقول أنه لجنة البندقية والمعايير الفضلة تمنع عليكم أنكم تخموا مجرد التخمام أنكم تبدلوا منظومة انتخابية بمراسيم. لا تلقى رجال القانون تتكلم، لا تلقى سياسيين يحطوا في صبحهم، لا تلقى القضاء قاعد ياخو في مجراه في حاجات مهمة مش حتى في محاكمات سياسية. إذا شكون باش نلجؤوا؟ لأنه رئيس الجمهورية هنا يقول أن احنا في فترة استثنائية، ورئيس الجمهورية كان يعني أكد ووضح المرحلة القادمة اللي فيها الموعد 25 جويلية الاستفتاء، 17 ديسمبر الانتخابات التشريعية. في الأثناء قال باش يكون فما حوار أو ما يشابهه، هو معناتها حاجة تشبه الحوار لأنه ما نعرفوش العنوان نتاع التصور هذا لرئيس الجمهورية حول النظام السياسي والقانون الانتخابي بمشاركة منظمات و بعض الأحزاب. يعني بالنسبة هذه مسلسل، هذه مسلسل نظري واضحة بالنسبة لرئيس الجمهورية، هذا مسلسل نظري مازال حتى ما بداش يولي سيناريو. هذه القصة النظرية. أولا الرزنامة اللي حكى عليها أول نقطة فيها يبقى المجلس معلقا إلى حين انتخابات قادمة. هو اليوم غير الوضع والمجلس ولا ما عادش معلقا، وعدم تعليق المجلس والمرور إلى حله تترتب عليه آثار قانونية. هذا الناس لازمها تفهمه، مش كيما مجلس موجود
ولو اختصاصات معلقة كما مجلس محلول. إذا أنت تحب تفك النزاع هذا متاع أنه مجلس سيء تم حله، يلزمك تخرج من منظومة الفترة الاستثنائية. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، ولو فترة استثنائية، الفترة الاستثنائية ما تعطيكش الحق لا باش تعمل دستور جديد، لا باش تغير منظومات، لا باش تعمل إصلاحات جوهرية، لا حد شيء. الفترة الاستثنائية تعطيك صلاحية أنك تتخذ تدابير. راو المشرع كي قال كلمة تدابير مش قوانين دائمة ودساتير. اللي عمل الدستور اللي انت معناتها ولا ما عادش موجود الدستور هذا، قولوا لنا اذا كانوا ما عادش موجود هو يخرج من كارتاج. عندك حاجتين راو، يا اما الدستور موجود يواصل هو وهوكا يطبقوا كيما على الاقل ينقذ ماء الوجه ويطبقوا بطريقه اللي توصلنا لبر الامان، والا الدستور غير موجود هو يغادر. لانه انت بيدك رفضته الدستور، رفضته لكني انا مرأة الدوله. يا اخي انا كان كل قانون نرفضه ما نطبقوش تتولي قانون الغاب في البلاد. يا اخي انتم هذا اش تحبوا؟ النجم انا اليوم يصدر قانون ما يعجبنيش، كان كل تونسي يصدر قانون ما يعجبوش ما يطبقوش تتولي غابه. احنا اليوم نحكيه من منطق رجال دولة، هذه دولة. احنا ما نش راضين على اللي صار، اللي عملوه في 2011 الكل حطام وغير شرعي وخروقات بالجملة. وصلنا اليوم الى منظومة هدامة. اليوم نحب نصلحه. ما ينجمش يصير التصليح بالغمة، ما ينجمش يصير التصليح بخرق القانون. اليوم تقول لي انه هو يخمم وبكل ثقة في النفس يقول سنضع دستورا جديدا. من انت اللي تضع دستورا جديدا؟ شكونك انت؟ انت موجود غادي بموجبك الدستور هذاك بتاع 2014 اللي احنا مش راضيين به. اما مادام ساري المفعول هنا باش نكملوا نطبقوه حتى يتبدل في اطر قانونيه ومؤسساتيه. هذا المنطق شي يقول لو تمشي يعني التمشي هذايا. وخلينا نكمل حاجه اخرى من مريم. تفضلي تفضل. على السؤال يعني قلت لك الحاجه الاولانيه انه بعد حل المجلس تغيرت المنظومه القانونيه ويلزم هذا يعترف به ويجسمه. حاجه ثانيه، الفتره الاستثنائيه نفسها لا تسمح له بالشيء اللي قاعد يعمل فيه الكل، والامر 117 منه وغلط. حاجه اخرى تقول لي اصلاحات ورزنامه و25 جويلية. اي سيدي ما انا قلنا وهذه قلتها انا باش تحركت العبيد بعد شهرين وقالتها انه يلزم يصدر امر دعوه الناخبين ماكسيموم 25 ماي ولا لا. انت كان تبدا غدوه الصباح تبدا هالحوار المزعوم اللي يحكيوا فيه الى حد 20 ماي عندك 40 يوم. دعما انت في 40 يوم باش تبدل القوانين وتبدل الدستور وتعمل الحوار وتقد اللجنه وتعمل الصياغه وتخرج الامر. علاش كنت جد هذي؟ علاش كنت جد؟ يعني انتم عندكم برنامج واضح والنصوص جاهزه وهاوكا جماعتو اللي يجيبوا فيهم بتاع التفسيريه في برشا منابر هو ما عندهم اتصال به ويقول لك ليه هذه باش تصير هذه باش تتبدل. هو قاعد يخدم هو وناسه، فما غرفه مظلمه اللي يحكي عليها هو قاعده تخدم، وفما ناس اللي هي مورطه اليوم في عمليه خرق القانون لانه هذايا قلب الدوله خارج اطار القانون. ما فماش هذيا ما عنديش توصيف اخر. يخدموا وحدهم ولينا احنا هاو حوار. حوار شنو؟ وحوار مع شكون؟ وشنو محتواه؟ وعلاش المراوغات؟ تعيط للعبيد تعمل معهم تصويره ومن بعد تخرج تقول انطلق الحوار، يخرجوا هما يقولوا راه ما تحاورش معانا. على الاتحاد العام التونسي للشؤون. يعني انا عندي 40 يوم اليوم باش يعمل فيها مناوراته وباش يعمل فيها رغباته وشهواته ويعمل النصوص ويهمنا انه عمل حوار ويحط الحوار ويحط. هذا ما يمنعش انه عبير موسي وحزبك اول من كنتوا دعيتوا الى تغيير النظام السياسي، الى تغيير المنظومه في الاطر الدستوريه. نظام الاقتراع صحيح. الى الذهاب الى جمهوريه ثالثه كنت اول من دعيت لها. هذيك علاش نقول لك توا ما نجم يزيد عليا حد. انا علاش اليوم نتكلم من غير عقد؟ اولا ما عنديش العقده باش يقولوا يا هكا هي والخوانجيه. انا كي حاربت الخوانجيه وكليت الضرب وصار فيها اللي صار، العبيد قالت لي ترذيل المال مجلس وتستاهل ومستفزه. دونك حتى حد اليوم نجم يعطيني دروس ولا يقول لي انت والخوانجيه. انا ندافع على الدوله وندافع على وجود الحزب الدستوري لانه ضروري للدفاع عن الدوله، وبالتالي العقده هذه ما عنديش. والعقده نتاع انك انت ما تحبش تغير القوانين وعاجبين القوانين الخوانجيه كيف ما عنديش، لاني نهارت لي انا جبت الدستور الجديد وقلت نحب نظام رئاسي وقلت انه يلزم يتبدلوا القوانين قريب يسحبوا لي الجنسيه وقالوا لي انت مستبده وانت ازلام وتحب ترجعنا للديكتاتوريه. وبالتالي الفرق بيني وبينهم، انا دعوت لذلك حتى كي ترشحت في الانتخابات الرئاسيه وكي ترشحنا في التشريعيه ركن في برنامجنا تغيير الدستور والتعديلات وذاك الكل، لكن في الاطر المؤسساتيه مش بالغمه. هل يمكن تغيير النظام السياسي ونظام الاقتراع وبنفس القوانين اللي ادت للتركيب بس
السياسية والمشهد السياسي اللي عنا من 2019. أنا قلتها ونعاودها يا مريم، راهو تغيير المشهد ماهوش باش يكون بتغيير القانون فقط، لأنه ريتا ولا يحكيو هما أفراد وبداو يفتيوا الناس الكل وبداو يعملوا في أحلام وردية وسي الأفراد باش يعملونا وباش يقدونا على كل غير النظام البرلماني في 2011 قال لي تسأل وتقول واش معناه، يقول لك ما نعرفش، قالوا لي ما احنا كل مرة هكا. على غير ائتلاف صمود مثلا اللي مازال كيصدر بيان وقال لابد من يعني التسريع في عندهم لجان قانون في وسطهم، عندهم لجان نساء قانون في وسطهم لان تسمى فضيحة الدولة. إذا كان فما رجال ونساء قانون عارفين اليوم شنو الوضع والمخالفات بالجملة اللي معمولة ومازالوا يدخلوا يحكيوا في الأصل والأفراد باهين والخايبين والنظام والاقتراع، راهو هذايا عمره ما يجي. أنا قلت يلزم التغيير، والتغيير في أطر دستورية وفي أطر صحيحة. احنا نحبوا نبنيوا جمهورية اللي هي تصلح الأخطاء بتاع نعم الماضي. للتغيير، نعم لتغيير نظام سياسي، لا للدوس على الدولة ولا للخروج على منطق القانون، لأنه بالطريقة هذه نحب نفهم. تصور كان جيت انا في الحكم وجيت للتوينسه هكا تعسفا، يا سيدي انا رئيس الجمهوريه وباش نستعمل فصل كذا وندخلها بعضها كيما عمل هو ونجيب نبدل لكم دستور ونعمل لكم، راهو عملوا لي انقلاب وراهو حكموني من اجل الخيانه العظمى. اللي بيضوا في الشيء هذايا اليوم واللي يحبوا يركبونا بالسيف في الشيء هذايا، والتوينسه توا نورمال انك تقلب دوله كامله في 40 يوم من غير ما يشارك حتى حد، وانت اللي تحبوا انت ورغبتك الشخصيه تاع 2012 و13 تفرض علينا. رئيس الجمهوريه قال انطلق من نتائج الاستشاره المدلسه الفاشله التي لا تمثل الشعب التونسي، وهذايا بالارقام. اذا هو عايش في وهم احنا ما نجيوش نجاريوه في اوهامه. الاستشاره ما يشاركوش فيها التوينسه، 534 ألف وصلوا لها بالتدليس والقضية منشورة مانيش باش نسكت عليها، وإهدار المال العام. ال 534 ألف فيهم 19% فقط شاركوا في الجانب السياسي، يعني ما عندوش أكثر من 100 ألف تونسي أعطاوا رأيهم في الجانب السياسي، منهم 86 ألف قالوا نظام هذا ولا نظام هذا. مش هذايا باش يتحسب على 9 ملايين اللي هما ناخبين. اليوم يلزم الناس تخرج وتقول اللي صاير هذية راهو غلط. هاوش كارنا نعمله احنا هذي لابخوش متانا وهذي رؤيتنا، في عوض نقعدوا نركزوا كيفاش نحطموا الدولة ونغموا التوينسة ونكذبوا عليهم ونعطيهم حكاية نفرضوها عليهم ونقولوا لهم اصلاح، وبعد كي نبداو نطبقوها يقوموا الناس كل يبكيوا ويجيوا للبلاتوات ويقولوا غلطونا. هيت نركزوا على تنقية المناخ الانتخابي. اليوم انت يزمك تقطع الطريق امام سماسرة الانتخابات وامام الناس اللي تغلط نتائج الانتخابات، خاطر اذا انت تنجح هذوما فيهم جانب بتاع صبر الاراء هذيك يتحملوا مسؤوليتهم في اللي عملوه، هو غلطوه في روحه ماشي في باله بالحق عنده 90% الراجل ولع معناها رغم اللي حزبك في يعني باش نعمل تحركاتنا وتو نعلنوا عليها فماش هذه خاطر حزبي يحطني الاول يحطني الاخر يبدلني ما هو كيف يحب. لا اذا ما يهمنيش من حيث المبدا. اليوم ريتوا العركه اللي صايره توا بين جماعه سيادته وإذا حراك وإذا مش حراك وإذا حزب وإذا مش حزب وناس تتنحر وتحيل ودنيا محروبة، هذه كما كحكاية حزب قيس سعيد اللي حطوه لنا في سبر الآراء اللي هو ما عندوش حق يعمل حزب. لا 90% غلطته في روحه ماشي في باله اعمل وش يهمك. لا تؤمن بشركات سبر الآراء على الإطلاق أما بالطريقة اللي احنا في تونس، لأن شفنا البارح انتخابات الفرنسية. لا لا علاقة، احنا لا عندنا قانون ينظم، لا عندنا إمكانية باش نعرفوا كيفاش العينة يعملوها، لا عندنا إمكانية باش نعرفوا شنو هي السؤال اللي سألوه. دي احنا قبل تعرفت انا يطلبوني وقتها في سونداج ويبداو يقولوا ويحكيوا، ما عندناش الكواليس، احنا يجيب لك النتيجه جاهزه خذها كيف ما هي. وكان عندي سونداج انترن داخل حزبكم. انا بالنسبه لي نعترف بنبض الشارع، انا عندي هياكل في الجمهوريه الكل وعندي ناس في الجمهوريه الكل ونتلقى الباهي والخايب الانتقادات والمديح، ونعرفوا نبض الشارع وين ماشي، نعرفوا التواجد الميداني شنو في وسطه، ونعرفوا الشعب التونسي كيفاش يخمم. اليوم الشعب اللي راوها احنا في الكياس والشعب اللي يحكي عليه الزرقوني ماهوش وابيدو، يظل ماهمش عايشين فرد بلاد. اذا عندك هذا صبر الاراء، عندك زاده الاعلام اللي يلزمه يلتزم بميثاق الصحافه، ويلزم وقت اللي عبير موسي والحزب الدستوري يطرح فكره جيده يلزموا يتناولها بالجديه نتاعها، مش يقزم ويعوم ويعتم ويعمل هذاك الكل. ومن جهه اخرى كنحبوا شيء نبيضوه نبيضوه، شيء نشوهوه نشوهوه، هذاك تعرفوه. الحاجه الاخرى اللي هي بها الفائده، هيئه الانتخابات اللي اليوم مش خاطر هو باش يعين لنا، هو حاطط روحه وكانه منزه. يا خويا انت يا ماشي في بالك منزه، لست منزه. انا ما عنديش ثقه فيك وفي تعييناتك وفي آرائك، وما عنديش ثقة في النزاهة اللي تحكيوا عليها. إذا باش تقول لي أنا باش نعين، من أنت؟
شنو مواصفاتك انت باش تعاين؟ انت باش تركب على حاجه باش ما يقولوا لكش هاك بدلت اللجنه. هو دخلنا في التحيل احنا. انتم مشكلكم انا باش نحي الهيئه وجيتني بتاع لجنه البندقيه وعملوا عليا ضغوطات، اي خلي الهيئه ومن داخل انا نعمل اللي نحب، يعني نخدم بالتيتر. هذه شي تسمى تستبلهو فين؟ يعني لهنا هيئه الانتخابات فيها برشا تصليح من داخل وبالامكان. مالك كيفاش راه يلزم تكون العمل بالامكان؟ فما القانون راهو التدليس ما يجيش ماك الاربعه من الناس اللي فوق اللي هي اربعه. هي يا اخي هيئه عندك الجهاز التنفيذي تحب تعمل لوديت، اعمل على الجهاز التنفيذي شيه وما فيهش والخوانجيه اش دخلوا ما دخلوش ومكاتب الاقتراع جديده والهيئات الفرعيه جديده. هذه يلزم تكون القرارات نتاع الهيئه مش قطوس في شكاره يحلوا الاجيل ويسكروها من غادي لغادي وما يفيق حتى حد. يلزم هذه الامور نتبعوها وتتفتح لنا الاجيل ونراو بعينينا اش فما ما فماش ونعترضوا والمحكمه الاداريه تحكم. اعضاء الهيئه حسب عبير موسي هو نتصوره باش يعمل قرار ويمشي على روحه. هو هذاك شناوي ناوي يخرج الصباح يقول انا المنزه انا النظيف انا السوبرمان انا راني باش نحط لكم الناس هذوما. الناس هذوما لا يرتقي اليهم الشك وهذوما راهم جايين من اخرى. شنو الحل؟ هاني قلت لك تغير الجهاز الدخليني وتراقب مكاتب الاقتراع الجديده والهيئات الفرعيه. هذا اول حاجه. الحاجه الاخرى هي التمويل. يقول لك الخوانجيه عندهم باز دو دوني نتاع توانسه، راهو الجمعيات القطريه يعرفوا تركيبه المجتمع اكثر منا. اللي يحب يحكي على الدعم ومنظومه الدعم كان يمشي الجمعيات القطريه تو يعطيه شكون الفقير وشكون تحت الفقر وشكون فوق الفقر. اذا منظومه التمويل الاجنبي، منظومه الجمعيات الاخطبوطيه اللي هي قائمه بالعمل الرديء والقذر في العملية الانتخابية ومفاصل الدولة، لأنه اليوم هو كي غرقينا بالمعتمدين متاع تنسيقياته وغرقينا بالولايات متاع تنسيقياته ومواطنو تونس يقرؤونك السلام. يا ولي تونس أنا ما قلت لكش أقرأ السلام، أنا من مواطني تونس ما عادش تكذبوا علينا، أحكي باسمك ما تحكيش باسم مواطني تونس. كي أنت مغرق لي توا الهياكل واللي دارة قلبتها سفية على عليها ماك باش تتحكم في المنظومة الانتخابية. إذا كان احنا ننظفوا المناخ هذا الكل والقوة المدنية الحقيقية اللي مش ناوية تقدر التوانسة ومش ناوية تقولهم على غالب بعد ما يطلعوا في الانتخابات، قادرين أن نقطع الطريق أمام الإخوان أمام السمسارة أمام الناس اللي جربوا فلم يصحوا. وقت تحصل على برلمان بهذه المواصفات بأغلبية متاع ناس وطنيين مش ناويين يغدروا مش ناويين يخونوا وعندهم الشجاعة باش يصلحوا، تتحط الإصلاحات على الطاولة وتتغير في الأطر الدستورية. غير معنية عبير موسي بالحوار اللي بشجريها رئيس الجمهورية مع مكونات المجتمع السياسي والمنظمات، غير معنية سترفض إن دعيتي لهذا الحوار؟ المبدأ اللي هو ماشي فيه يخليك ترفض حوار ماذا؟ تتحاور على شنو؟ أنا عندي الحق اليوم أنا وياك نحلوا حوار على الفصل من عرشنا 72 بتاع المجلة الجزائية نقولوا ما عجبناش. رفض مبدئي إلا رفض على التصور. أنا قلت لهم أعطيني تصوركم على الأقل فهمني أنت على شنو باش تتحاور. كان باش تتحاور مع الأطراف المدمرة متاع البلاد، إيش باش تتحاور معاهم؟ هما دمروها البلاد. اللي هي كان أنت حركة النهضة وأتباعها اللي شاركوا في الحكومات الكل، نورمالمون يخبيوا وجوههم وما يقولوش ماشيين للحوار، لأنه أنتم اللي تسببتوا في الوضع هذا. ثانيا شنية حجية الحوار وإلزاميته القانونية؟ برا احنا تحاورنا. الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا يدعو إلى الحوار. شوف الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى حوار اللي هو يهم منظوريه ويهم الإصلاحات الاقتصادية، ماهوش داخل في الجانب السياسي. أنا نحكي لك على السياسة وعلى دستور جديد وعلى قوانين وعلى هذايا الكل. راهو ما عندوش إلزامية. الاتحاد طرح كذلك تغييرات سياسية وطرح يعني أنه ما نجموا نمشيو لتغييرات اقتصادية واجتماعية إلا بالمرور عبر التغييرات السياسية. مش التغييرات السياسية، انفراج الأزمة السياسية، لأنه الدعوة للانتخابات وأنك تخلي الشعب يقول كلمته هذاك يتسمى انفراج في الأزمة السياسية. التغييرات في العالم أجمع وريوني شكون اللي نجم يبدل البلاد في 40 يوم عندك في غرفة مظلمة. عندك مقترح جاي من سيد أحمد نجيب الشابي اللي يدعو إلى جبهة للخلاص الوطني، يقول أن تونس في أشد ما تكون لإنقاذ وطني، تقع مهمته على عاتق التونسيين كافة مهما اختلفت مشاربهم وتعددت توجهاتهم، فلا منقذ لتونس اليوم سوى شعبها ممثلا بهيئاته المدنية ومن
منظماته المهنية وقواه السياسية وشخصيته الوطنية المستقلة، ويدعو إلى جبهة إنقاذ سماه هو جبهة الخلاص الوطني، تعمل على توحيد الكفاح الميداني وإعداد برنامج الإنقاذ التونسي. بربي سامحني نجيب الشابي في 2011 ما كان يصول ويجول وعمل العفو التشريعي العام وخرب الدنيا، إيش في ما صلحش وقتها؟ يعني في 2011 ما صلحش، 2014 ما توجدش، من بعد اعتزل ومن بعد رجع ومن بعد قام ومن بعد شو؟ احنا باش نقعدوا نتبعوا في نزوات وشطحات بعض السياسيين اللي اصلا هو يقول لنا شنو حزبه؟ ما فهمناهش احنا هو وين؟ هو وين الساعه؟ هو اليوم مكلف بمهمه، مهمه انه يلف حركة الإخوان في القطن ويبين للرأي العام الدولي إني رأي الحركة هذه رأي مدنية ورأي مسلمة ورأي حنونة وتحب التونسيين وتحب الطبيعة وراهو هي قادرة إنها تتعايش مع القوى المدنية ورأي مش هي مسؤولة على الأخطاء الكل وما هيش الشيطان الأعظم كما يقولوا عليها، وخليوها نعاود ونعملوا فرصة للتموقع. اليوم الحوار إن علاش نقول لك راهو هذه مضيعة للوقت، لأنه ناس تحب تعاود تتموقع، لأنه انتخابات اليوم ما تساعدهاش لأن غير جاهزة للانتخابات، دونك هما يحبوا يقسموا الكعكة ثم يمشيوا للانتخابات. قسمة الكعكة هي اللي يتصوروا انها بتصير في حوار، والحاكم بأمره يحب يهرب بالبلاد من غادي، دونك هما يجريوا ورا بعضهم هاربين بالبلاد، والشعب التونسي راهينا ومصالح الدولة راهينا ويتحملوا مسؤوليتهم، وغدوة سنعلن عن تحركاتنا. غدوة في الندوة الصحفية، ندوة صحفية ان شاء الله الصباح تو نوجهوا دعوات لوسائل الاعلام، سنعلن على رؤيتنا اللي الناس تعرفها لكن في المرحلة هذه مع جملة من التحركات القانونية ميداني. شكرا لك عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر على حضورك معنا اليوم في الماتينال.